بالنسبة للمقابلة، المقابلة كنا ننتظروها قوية بالطبع، لأن لعبنا ضد فريق مهيكل، فريق في المستوى اللي توا كيدوز بواحد الفترة اللي ماشي صعيبة، مي حنا اللي همنا هو شفنا لي كاليتي ديالنا وحاولنا نلعبوا على لو بون فور. دونك اون ابريسي تري هو جي غاردي ليكيب اللي لعب ضد الوداد تقريبا حيت غي عمري. علاش؟ جي فيكو ليكيب بيان تورني كومون واحد المشروع عشان نبدل. دونك فكرت مزيان خليت لا ميم ايكيب سيغ سيت باز ديكيب، ان شاء الله اللي غادي نزيدو نشتغلو ونحلو مشاكلنا. دونك اون ابريسي تري هو اون بخومي طون كانت في المستوى كما كنا نلعبوا دائما المباريات ديالنا وكان في خط تصاعدي.